وطقت على الطريق. ها؟ اليوم ما شفناها. في البداية عبرنا و... هذه والدتي وهي رضيعتي أختي. كل إحسان ناس إحسان ميتين ميتين كلهم. أخويا الأخ مصاب كثير، إصابته قوية برجله. إي والله أطفال وصوان. ها؟ من هاي المشاهدة؟ ها؟ أتفينهم وين أخذهم؟ هاي الموبايل بس أخفر أكثر. اي والد وين بس دقيقه توفين هكا بتوفين قصف عنيف قصف صوت لها وما دواش اي والله قنبله 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 يعني من مشاهده من الفاروق من الفرق فيصل ها 60 سنه تقريبا واري 56 مي
خير؟ هلاك. Good morning. هلاك. Good morning. How are you? I'm good. Thank you. Thank you. ارفع الفانيرة مالتك ارفع. ماشي ماشي. السلام عليكم. ارفع فانيرتك. يا الله يحفظكم ان شاء الله. روح 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 روح. نهاية المشاهدة. الله يرحمه. الله يرحمه. حد ايش بيته؟ شعبوش والله ما ساب خلصنا منه. الله يسلمك. تعال علي. يا بس لا تخاف تجي طاونات. هاون 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 دواعش؟ اي والله. ها؟ اي والله دواعش. يعني يسوي بكم هم؟ اي والله هاني وهذاك اخويا. هاي هاي شيء البنت. شيء البنت هذا الولد. اي هم وياه. ايم. رقم ايش قد؟ انا 25. ايش قد؟ صار شهر. شهر شهر. احنا من منطقة باب جديد طلعونا الدواعش جينا هنا ام اخويا بن هذا؟ صار شهر. المشاهد. طلعونا تقريبا من الشهر الثالث نهاية الثالث وطب الجيش اللي ما طعدنا المنطقة كلها بنشاهد طرقنا من برا كلها مفخخة يعني واحد طلع دينا سم طقت عليه عبوة رجلين اثنين مقطعة عائلتك وين انت؟ عائلتك هاي عبوة كل عبوة هذول قاعدين يلا يلا توكل يلا توكل 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 احنا من يوم المشاهده بس بيتنا بالضبط حولنا من المشاهده على ثلاث شهور يقول له الحمد لله على سلامتكم يلا تطلعت حلقه معصبه وهذا هذا اهلي كل حلقه من على السطح لا يعطيكم ويرضيكم ان شاء الله كل حلقه من على السطح الله ينصركم ان شاء الله الله يبارك فيكم
الحمد لله والصلاة. الله يسلمكم. الله يرحمك. اللهم ربي يستركم. يلا قصف وقع علينا البيت. اهلي كلهم جوا الانقاذ. كلهم جوا الانقاذ اهلي. دخيل الحسين دخيل علي. اهلي كلهم جوا الانقاذ. الله يقبلها. جت جت الاسعاف عليه بناتي. اي وين مو كان محاصره في الطياره قاصف بيت بخاصف الطياره ماكوش بناتي. انا يدروا على بناتي. بنت بير روح بنت طيبات اليوم عيد. وين بيتك؟ البيت وين صاير بالضبط؟ بالمشاهده. هسه راحوا جيرانهم قالوا والله ماكو شقع ممسوحه البيوت كلها واقعه الجثث يكون جوا بالقاض ما حد يطلعه بس بنت شلون بنروح؟ بنت طيبات؟ بنت طيبات؟ اذا ما عدنا انا اموت. بسوق منزلنا السلام عليكم. شلون الصحة؟ يلا السلام عليكم. والله هاي 4 أشهر ما بارد يوميا بس تشوي خبز بس الماي يطيح. احمد يلا طط الذاكرة اخويا اي ترى يشرد ها يشرد وين لا استاذك هذا وين يا ابو انتقموا من عدنا غمونا الحياة غمونا الحياة يا ابو العم عمري 162 سنة ما كنت شفته مثل اللي شفتوه
والله ما كنت شفته متقول. بعيد حجي الله تعال قاعد هناك اتصف البيت وقع فوق البيت وقع عيني يوم احنا قاعدين جيران البيت جت تصيح وتبكي تقول ماما تحتنا بضبط حسين توجهها صيح طلع شايل الراية البيضة ما حد طلع علي ظلم طلعنا شلنا الراية البيضة طلعنا يابا يا ابن المرور طلعنا حجي فطسنا من الجوع والعطش والقصف الحمد لله يلا أطفالي راحة من الله مش عبد الله عاش كم تجوا طب أنا هسي أما قم يطلع مع مبايات وطلعنا ركض تستاهلون حج تستاهلون الحمد لله على سلامتكم الحمد لله على سلامتكم أمه خلت تروح وذا وياها مرة كبيرة خلت تروح وياها توكلي على الله ذول أخوانك الشرطة الاتحادية هسه يخلوك بالإسعاف الإسعاف مكيفة وبها إسعافات أولية يقول لا تخافي لا هسه ودينا لولا اخوتك وحزام ظهرك و حليب حليب انا اشتري حليب بس اوصل المحل توكل على الله توكل على الله الله وياكم لحق عليها خطيه الحمد لله على السلامة وصلتوا بأمان انتوا بأمان وصلتوا بين اخوانكم وبين ولدكم وصلتوا الحمد لله على السلامة طلع ماي بارد تروح انا طلع ماي بارد هاي سين صعد الحجي بارك الله فيك هذا كيفكم يا هاي صاحب قال له تعالوا نحن الجيش نحن الجيش اركضوا ابني اركض شايل الف قال له ترى حشتري ركض عليهم وطق بلغنا العائله كلها هذا الداعش والله ينعلوا والله منعلوا ابوهم لابد جابوا علينا والله دمرونا من الله يدمرونا ولا ابو مرقي مات ادوبني مات ولا ابو عائلتي كلها مات أنا أقول لك.